هنا شفتوا ما شاء الله الميك اب بيجوا يقفلوا في البطارية، انا ما عارفة ليه. زمان كان بتلقوا الميك اب ده برا يعني، هسي الا تجي تكلمين في الستور في الماركت يجوا يفتحوا ليكي، كله مقفل. هنا كلها الوشنات، عن اللوحات الجميلة دي روعة. عين القفف دي، الباسكتات دي حلوة حلوة شديد لأنها كلها شغل يدوي روعة. السلام عليكم، مساء الخير، مساء الورد، أحلى مساء لأحلى متابعين في العالم. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير يا رب ودايما بخير. الليلة إن شاء الله وصفتنا هتكون القهوة اللي هي الجبنة السودانية. الجبنة دي أصلاً أساسها من إريتريا ومن الحبش، ويلا نشوف الطريقة مع بعض إن شاء الله تستمتعوا. وأنا بهني الليلة الإريتريين بمناسبة عيدهم، وأقول لهم ربنا إن شاء الله يجعل أيامكم كلها أعياد ويديكم الصحة والعافية. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهي المكونات بتاعتنا، قلنا نعمل القهوة الليلة في البيت. طبعا جاني مزاج كده بس قلت الليلة عايزة أشرب قهوة. أهي بحمص فيها، وهنا معايا البهارات، معايا القرفة والهبهان، ومعايا القرنفل، وضعتهم عشان أحمصهم معاه سوا. وهنا وضعنا الموية بعد ما البن خلاص اتحمص واستوى. بتعرفوه يستوى كيف؟ ما تخليه يحرق، لازم يكون لونه بني بني فاتح. وهنا معي جنزبيل، الجنزبيل المطحون، وهاخد معلقتين سكر، والسكر برضو حسب الرغبة لأن القهوة دي ببهارات لازم تضعي شوية سكر، من غير سكر ما بتشرب مرة. وهنا ما شاء الله صارت عندها رغوة جميلة جدا عن الوشة اللي عندها. يا سلام على الجمال والريحة ريحة البهارات. وهنا زي ما شايفين دي السفرة بتاعتنا الجميلة، اتفضلوا معي حبايبي، والله من غيركم ما حلوة. وأشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وفي رعاية الله، السلام عليكم.